أزيد من 26% من المغاربة مصابون بالاكتئاب حسب بحث أجرته وزارة الصحة، رقم يدق ناقوس الخطر، فالمصاب قد يلجأ إلى الانتحار. عن الأعراض والعلاج نتابع من مستشفى الرازي بسلا روبورتاج. زين أيتلامين، إيمان عبلو وعبد الفتاح الزوين. السأم من الحياة، الحزن والأرق والخوف أعراض غامضة تجهل هذه المريضة أسبابها. التشخيص يكشف عن حالة اكتئاب. كنحس بالخوف، عرفتي منين جاي؟ جاني الاكتئاب، جاني كرهت الدار، كرهت ولادي، كرهت كل شيء. واش كيبان لك حالي؟ وهذه الأفكار السوداوية أحمد يعرفها جيدا، فقد استولت عليه لسنوات. هو المثقف والإطار الذي لا يجهل مرضه. انتابني الاكتئاب منذ أن كنت طالبا قبل 30 سنة بسبب ظروف مادية. الاكتئاب قد يظهر بسبب أحداث نتعرض لها، ولكن قد يكون لعوامل في دواخلنا لم نستطع إخراجها من ذواتنا. تضيق بك الدنيا وتسود، ما أعراض هذا المرض الذي قد يؤدي إلى الانتحار؟ الإنسان اللي تيكون تيصاب بهذا تيكون خدام عادي بحالنا، ولكن بشوية تيولي تيرجع. كاين شي حوايج اللي تيكون تيديرهم تيولي تيديرهم، ولكن خصو واحد المجهود كثير. تتولي الخاطر ما عندوش، دغيا تينفعل، تيبقى يغوت، تيبدا يطير عليه الناس، يحس براسو ماشي مرتاح، وشوية تدخل واحد القلق. علاج بالأدوية وآخر بواسطة جلسات العلاج النفساني في السنوات الأخيرة تطورت سبل التداوي. العلاج السلوكي المعرفي مثلا، اللي تيكون الناس عندهم ديما واحد الافكار سلبيه، لا ما نقدر ندير والو، انا خصني غير هذا، ما نصلح لوالو. هنا تنقولوا لا، راه عندك دي كاباسيتي، عندك واحد القدرات، غير في هذه الحاله هذه تيجيب لك الله بانك ما تقدر دير والو. في المغرب شخص من بين 4 يحمل احد اعراض الاكتئاب حسب بحث لوزارة الصحة. المرض يعالج وتسترجع فرحة الحياة وتعود الأيام إلى سابق عهدها.